بنصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ويمكن من امبارح وإحنا شايفين انخفاض طفيف يعني إلى حد ما في درجات الحرارة، عشان كده نروح ونصبح على زميلتنا منى الشرقاوي ونعرف منها أحوال الطقس وأخبار يعني درجات الحرارة تستمر منخفضة يا منى ولا إيه؟ صباح الخير يا أحمد، صباح الخير يا جمانة. امبارح كان الجو حر جدا، يمكن درجة الحرارة كانت 28، فكانت الناس فكرت خلاص إن الصيف جه، لكن طبعا يعني على بالليل ابتدينا فعلا نحس زي ما أنت بتقول إن في انخفاض في درجات الحرارة، وإن كان برضو الجو كان لطيف. النهاردة في انخفاض بدرجات الحرارة يمكن 8 درجات، فالجو برضو هيبقى لطيف. اتفضلي. صباح الخير يا بنتي. خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفي فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وخفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30 درجة، وأقل درجة حرارة في كاترين 16 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نروح لجمانة والأحمد نبتدي معهم فقراتنا وأخبارنا. تفضلوا، النهاردة الجو إن شاء الله لطيف والناس هتستمتع. يا رب يفضل كده يعني. شكرا يا منى، وأكيد هنتابع معك التفاصيل. شكرا.